السلام عليكم، أسعد الله مساءكم بكل خير. تحية طيبة لكل المشاهدين. بداية دعونا نتأكد إذا كان الصوت مسموع. هل الصوت مسموع؟ طبعا مازال الصفحة ما هيش معروفة، مازال ما تعرفوهاش، ولكم ساعدونا باش تنشروا الصفحة توصل الأصدقاء الأوفياء. أنتم ما حبيتوش واش ندركم، يعني غلبونا جماعة الذباب الإلكتروني، لكن معليش. تحية طيبة من جديد. موضوع اليوم سأتكلم فيه عن ما لا يعرفه الشعب الجزائري، خاصة البسطاء. يعني كاين أمور لازم الشعب الجزائري مع تكنولوجيا المعلومات لازم يعرفوها، وهذه الأمور لما نقول أنا نتكلم على بعض الأسرار، يا قاشينا الزين، يا الشعب العظيم، يا العيشر المتوحش، يا 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 أحبابنا. عندما أقول أنه كشف أسرار، يا جماعة رانا مش نكشف في أسرار الدولة. سعيد بن زديرة حريص جدا على أمن البلاد، على حفظ أسرار البلاد أكثر من كثير من الجنرالات، بلا فخر. نعم، أنا حريص على أمن البلاد، على استقرار البلاد، على عدم تسريب أي معلومات تضر بأمن واستقرار البلاد وأسرار البلاد، خاصة الأسرار العسكرية والأمنية. هذا الشيء واحد ما يقدر يناقشني فيه، وأتحدى أي إنسان يقدر يناقشني في هذا الموضوع. لكن أنا حريص جدا في نفس الوقت على كشف وتعرية وفضح الفاسدين مهما كانت رتبهم، جنرال ولا وزير ولا رئيس حكومة ولا قائد الأركان ولا ما يهمنيش. أنا نفضح ونكشف أسرار الفاسدين وكبار الجنرالات، هذا لا يعني أنني نكشف في أسرار الدولة، لأننا إحنا تقريبا 50 سنة وإحنا نعتقد أن الجنرال هو الدولة. كنا نحسبه باللي التوفيق هو رب الدولة هو رب الجزائر، وتهضر على التوفيق راك هضرت على الجزائر، جنرال التوفيق. وبعديك راح التوفيق جانا بوتفليقة، تهضر على بوتفليقة، حتى بعض الناس اللي سموها الذات البوتفليقية، من بينهم حشاشة قلبي اللي تحييه راه في الحبس كليها بوبي طليفة، قال لك الذات البوتفليقية، يعني بقات لنا الذات الإلهية والذات البوتفليقية. في فترة من فترات اللي يتكلم على بوتفليقة وكأنه راه يتكلم على ربي سبحانه ولا على الرسول صلى الله عليه وسلم. تكلم على بوتفليقة راك هضرت على الدولة، راك تسب في الدولة. هاو راح بوتفليقة درك قائد الأركان، القايد صالح، تهضر على القايد صالح ولا على ولاده ولا على الفاسدين اللي معاه، راك تسب في الدولة. ويخرجوا لنا بعض المرخص من بينهم حتى الجنرالات. مؤخرا عرفت واحد الجنرال رخيص، هو يسمع فيا درك نقول له انت رخيص ما تسواش، ان شاء الله ما تسوى مصلة. هذا الجنرال مولاي، اسمه الجنرال مولاي، تابع لي مديرية الإعلام والتوجيه والتوثيق وكذا، اللي تابع الجنرال ماجور اللواء ماضي. هذا الجنرال مولاي هو دكتور بي اش دي، دكتور قاري علم القبار ومتخصص في التكنولوجيا هذه والمعلومات وكذا، لكن المهمة نتاعو يخدم في ديوان قائد الأركان القايد صالح. هو تابع قلت لكم مديرية التوجيه والإعلام الماضي، لكن يخدم يعني ديتاشي الديوان الكابيني عند قائد الأركان القايد صالح تحت مسؤولية، تخيلوا شكون يحكم فيه ويسيره تحت مسؤولية قرميط بونويرا. انا نسيت الاسم فكرتوني، قبل كنت نقول لكم غرنيط بونويرا المساعد لاجودون شيف، كنت نقول لكم غرنيط يعني انه ما نعرفوش، عطاوني المعلومه لكن انا ما قريتهاش مليح. عوض انني نقول قرنيط قلت قرنيط، هو اسمه الحقيقي قرنيط بونويرا. قرنيط بونويرا انت اسم سيلت مساعد اول اجودون شيف والشيفرور والفلتر تاع نتاع قلت لكم بوتفليقه تاع قايد صالح. هذا الشيفرور المساعد الاول لاجودون شيف بونويرا عنده لا يحمل من الشهادات الى شهاده الميلاد، عنده شهاده الميلاد مسكين ما عنده حتى شهاده، عمره ما قرا الجامعه، عمره ما يعني ما عندوش تيرمينال حتى، باكر يدخل الجيش بدون مستوى وتطور اصبح في المهم.
طبعا بعد دار تربصات ودار تكوين وكذا في مديرية الإشارة وترانسميسيون الصوالح، لأنه تابع هو في الأصل إلى لشخم. ودوكا نحكوا على القصة. هذا الجنرال مولاي الرويجل الرخيص التافه اللي ما يسواش بصلة، هو المكلف بالحرب الإلكترونية على مستوى قيادة الأركان، يعني الصفحات تاع وزارة الدفاع والصفحات تاع الفيسبوك والصفحات تاع تويتر وذلك الصوالح اللي تابعين وزارة الدفاع، هو المسؤول عنهم وهو المشرف عنهم. وفاتح صفحة خاصة باسم بنته، عنده صفحة خاصة في الفيسبوك دايرها باسم بنته. هذا الجنرال هذا التافه هذا قاعد يسب في بنزديرة، ويكتب تقريبا كل مرة يكتب منشور ضد بنزديرة، يسب فيها ويتهمني، ومنزل لي صورة مع وزيرة الخارجية الإسرائيلية سابقا ليفني. هذيك الصورة يا غبي أنا اللي نزلتها، تلاقيت معها في مطار من مطارات ترانزيت، كنت رايح من دولة لدولة، تلاقيت معها في قاعة ترانزيت في المطار، انا صورتها ونزلت الصوره، يعني ما كنتش اللي اكتشفتها، انا نزلتها وقلت باللي وزيره الخارجيه الاسرائيليه راهي ورايا، مزيه ما شافتنيش سي ما دخل الحبس، ما شافتنيش كي صورتها، لكن من بعد رحت قصرت معاها وحكيت معاها وتناقشت انا وياها وجبت معاها الوقت. اذا ماهيش معلومه جديده يا غبي انك تقول بزديره قاعد تصور مع وزيره الخارجيه الاسرائيليه، ما رحتش لاسرائيل، انا تلقيت معاها في مطار من مطارات، وانا اللي نزلت الصوره وما عندي حتى شيء حاجه نخبيها. بنزديره عمره ما يخبي حاجه، يتلاقى مع اي واحد يقول تلاقيت معاه وياخذ معاه الصوره، لانني الا ما خذيتش انا الصوره معاه ونزلتها بعد اسبوع اسبوعين ينزلوا صوره يقول هاو بنزديره تلاقى مع فلان. بصح انا قبل ما تنزلوا انتم الصوره وقبل ما تحاولوا تفضحوني انا ننزل وحدي ونفضح روحي، تلاقيت مع الوزيره الخارجيه الاسرائيليه في مطار ترانزيت ونزلت صورة، هو يروح ينزلها يقول ها هو العميل وكذا، وينزل صور أخرى يقول بنزديرة هذا مش عارف لي العميل والكلب وكذا، يسب فيه يقول صفحاته. هذا الجنرال مولاي، تخيلوا جنرال مولاي بي اش دي فارغ شغل وقاعد يتبع في بنزديرة وين راح وين جا، هذه أولا. ثانيا هذا الجنرال مولاي يحكم فيه أجودان شاف اللي هو بونويرا، يعطيه بالكف ويمشيه من وذنه. إذا كون راجل قبل، أولا كي تكون راجل وتكتب اكتب باسمك، ما تكتبش باسم بنتك فأولا. ثانيا كي تكون راجل ودكتور دكتور ما لازمش يحكم فيك واحد أجودون شاف لا يحمل من الشهادات إلى شهادة الميلاد. أوكي نرجع الآن لموضوع قضية أسرار الدولة. أنا قلت لكم نركز على أسرار الفاسدين، جنرالات أو وزراء أو رئيس بوتفليقة أو غيره. إذا واحد ما يغلطكم يقول لك بنزديرة وينشر في أسرار الجيش وينشر، لا، أسرار الجيش شيء وأسرار الفاسدين بما فيهم قائد الأركان شيء ثاني. إذا نحن نكشفوا في أسرار الفاسدين، هذا الجزء الأول. الجزء الثاني في الفيديو إن شاء الله لأني عودتكم ندير جزئين، راح نتكلم على الفساد بالتدقيق. اليوم راح نتكلم على المركز الوطني للإشارة وأنظمة المعلومات والحرب الإلكترونية الذي تم تدشينه يعني في هذا اكتوبر الفاتح من نوفمبر، يعني 31 اكتوبر اللي دشنوا قائد الاركان نائب وزير الدفاع فريق احمد قايد صالح في بوفريق. المركز هذا اللي دشنوا قائد الاركان للاسف الشديد حدثت فيه بعض الامور التي لم يتكلم عنها اعلام، وهذه الاسرار اللي راح تلقاوها عند بنزديرة وما تلقاوهاش في جهه اخرى. نهار اللي راح يدشن قائد الاركان تخيلوا جابوا له عدد كبير، هذه في الدخله كي جا يدخل جابوا له عدد كبير من النساء ضابطات وضابطات صف، جابوهم له باش يعمروا له عينيه، يقول لك القايد صالح راهو تاع نساء وعينيه زاغدين، يا نعمروا له نغطوا له عينيه بالبنات، وجابوا له بنات شابات في بوفريق، يقول لك باش نغلطوه. السيد كي شاف الحاله غير بنات 80% بنات ورجال ذكور قلال شك، جماعة هذو حبوا يلعبوا لي راي راي. من بعد بدا يتبع، بدا يشوف في يعني في الزياره في المعهد اللي يشوف فيه
بدا يشوف انه الامور اللي راه يشوف فيها ويدشن فيها ماهيش هي نفسها اللي كانوا يعطوا تقارير عليها لما كان في المكتب. كانوا يقولوا دشنا كذا ورانا ركبنا الاجهزه كذا وفتحنا المركز الفلاني ودرنا كذا ودرنا كذا واجهزه وتكنولوجيا. كي بدا يشوف بدا يتبع ويدور يدور يلقى باللي امور متناقضه. يعني التقارير التي كانت تصله في المكتب لا تتوافق مع الواقع اللي يشوف فيه بعينيه. يعني الشيء يعني جاي يقول له كما يقول لك الناس المنيون جاي يقول له قال باللي عندك حوت عندك صلادة كروفات عندك مش عارفنا يا كذا عندك كذا عندك ميرلو عندك اسبادو عندك كذا عندك كذا هذه يقرا فيها كي حطوا له حطوا الطعام بالكمية. هذه القصة. سيد وش قرا؟ قرا كروفات ميرلو اسبادو الدنيا كذا كذا يسنى فيهم. كي حطوا له الطبسي لقاه طعام بالكابويا ماهوش حتى بالدجاج ولا باللحم طعام بالكابويا. اول قرار يتخذوا قائد الاركان وانا نحييه انا قلت لكم انا واحد كي يدير حاجه مليحه نحييه كي يدير حاجه مش مليحه نسبو. نحييه قائد الاركان اول حاجه يديرها يقول لهم وراه الشيف دو بروجي مدير المشاريع تاع المديرية الأشخم هذه وشكون؟ قالوا له العقيد عمار أروح عمار مزيج دور هنا هاي نحونا عزرين. أول قرار تم في بوفاريك إنهاء مهام ردي يعني إبعاد العقيد عمار مسحوا فيه الموس هو اللي دار كلش. إقالة العقيد عمار المدير المشاريع هو المنصب تاعه نائب مدير يعني نائب مدير الأشخم سو ديريكتور لكن مكلف بالمشاريع. شاف دو بروجي هو اللي مكلف يعني مشروع هذا تاع بوفاريك هو المسؤول عنه. قال لهم نحو عازرين ودرك اي روح لداركم نحط الكاسكيطه روح لداركم وبدا يمشي. الشيء الثاني اللي لاحظوا انهم جابوا له طلبه مازال ما تخرجوش بعد فاق بها طلبه جابهم مازال ما تخرجوش لبسوا لهم غراد ليوتنو كابيتان وكوموندون وجابوهم يقدموا وهما طلبه. بعد اكتشف طبعا عنده جماعته اكتشف ان هذوك الجماعه اللي جاو يبريزونتيو في البروجي وجاو يهضروا هذوك مازالهم طلبه مازال ما تخرجوش. واش يدير؟ اول ما رجع للمكتب تاعو في وزاره الدفاع اقاله خمس نواب مدير يعني خمس عقداء يعني ربعه زائد خمس عمر ربع عقداء نحاهم من مديريه هذه هي مديريه انظمه المعلومات الحرب الالكترونيه اللي يشرف عليها الجنرال الأشخم. نحى ربع خمس عقداء اربعه دي سو ديريكتور زائد عمار اللي هو مدير المشاريع. ومن بعد واش يدير؟ ينحي المفتش العام في هذه المديريه الانسبكتور جنرال تاع هذه المديريه مفتش مش مفتش وزاره الدفاع مفتش مديريه انظمه المعلومات والحرب الالكترونيه الانسبكتور تاع هذه لا ديريكسيون ولا هذا الديبارتمون نحاه ويكلف لجنه التحقيق من الانسبكسيون جينيرال تاع وزاره الدفاع يكلفهم باعداد تحقيق وتقرير مفصل حول هذه المشاريع خاصه مشروع هذا مركز الوطني للاشاره تاع بوفاريك لانه استهلك ملايير الملايير ميزانيه كبيره استهلكها. وقايد صالح كان ينتظر انه راح يشوف حاجه يعني خارقه للعاده واذا به يكتشف انه زوبعه في فنجان وهذا الشيء لا علاقة له بالتقارير التي كانت تصله. إذا نحيي القايد صالح على هذه الخطوات الجريئة التي قام بها. لكن لازم نعرفوا أصل المشكل وين؟ الأصل المشكل أرجعوا معايا. أنا تكلمتكم فيما سبق قلت لكم أنه الوحيد الذي يستطيع أن يرى ويتكلم ويتواصل مع قائد الأركان هو غارميت بورويرا. غارميت بورويرا عليا لاجودون شيف الاصل نتاعو جاء من مديريه الاشاره والاتصالات يعني تاع الأشخم والأشخم هو اللي بريزونتيه للقايد صالح وجابو للقايد صالح شيفرور وفلتر نتاع التليفون جابو قال له هذا انسان ثقه يخدم معاك جابو للقايد صالح عنده وتعامل معاه لقاه باللي صح يحفظ السر ويقضي له صوالحه خلاه عنده في المديريه. اذا التقارير اللي كانوا يرسلوها المدراء الجهويين ونواب المدير والضباط اللي تابعين لمديريه الأشخم كانوا يرسلوا تقارير سلبيه
يا السيد قائد الاركان، مركز بوفريك هذا راه ماهوش يمشي مليح، راهو استهلك ادراهم بزاف وما نرى درنا والو، راهو كذا، راه عندنا مشكل في الناحيه العسكريه الثانيه، عندنا مشكل في الناحيه الرابعه، عندنا مشكل كذا، عندنا مشكل كذا. يعني الضباط اللي كانوا يديروا تقارير ويرسلوها لقائد الاركان وين تروح؟ تروح عند بونويرا، بونويرا كي يقراها ويلقاها باللي تقارير سلبيه تمس بولي نعمته اللي هو الجنرال نشخم، واش يدير لها؟ يحطها في الارشيف في الدرج. التقارير اللي هي ناصعة بيضاء تبري ولمصلحة وفائدة الجنرال الشخم يحطها في بارافير في الريحة وفيه الورد وكذا كذا، يدي القايد صالح يقول له شوف، هم يهضروا على الشخم هضره مليحة وراهم يقولوا ناس ملاح وكذا وعينيه زروقة وشعره صفر وكذا كذا كذا، القايد صالح يصفق. إذا بونويرا هذا كان وقت اللي يحب يقدم تقارير مليحة للقايد صالح يقدمها له، كي يلقى تقارير كحلة سوداء وسلبية ضد الأشخم يرميها الأرشيف. إذن أنا بالنسبة لي هذا الخمس عقداء اللي نحاهم قائد الأركان هم ضحايا الأشخم وبونويرا، لأنهم كانوا يكتبوا في تقارير ويحذروا وينبهوا في قيادة الأركان، لكن هذه التقارير كلها كانت توصل لبونويرا وبونويرا يرميها الأرشيف وما يعطيهاش القائد الأركان. إذن رسالتي أنا لهذا الضباط، إذا كنكم شرفاء، هذا الضباط اللي كنكم شرفاء وأحرار على رأسهم العقيد عمار، يا عمار أنت ما لازمش تخلي أجودان الشاف يذبحك، ما تخليش أجودان الشاف يشوه لك صورتك، لأنك أنت بهدلك قائد الأركان في بوفريك وغسلك كي غسيل الدوارة، لأنه وصلني التقرير، وصلت لي الأخبار أنه بهدلك وغسلك قدام الضباط، لأنك أنت كنت تخدم خدمتك وترسلها لقائد الأركان لكن ما يقراهاش. بونويرا كان يقطعها يرميها الأرشيف. إذا من المفروض الآن تخرج للعالم وتقول لقائد الأركان يا سي محمد ما تمسعش فيها الموس، أنا كنت نكتب لك ونقول لك بلي المركز مش ماشي والأمور ماهيش مليحة والدنيا ماهيش هانية، لكن أنت ما كنتش تقرأ. إذا المشكل ماهوش مشكلتك يا عمار، لازم قائد الأركان يعرف الحقيقة أو تنبهونا يا خويا هاني أنا موجود، أرسلوا لبنزديرة، بنزديرة يهضر، وكاين قنوات اللي توصل للقائد الاركان يوصلوا له الخبر باللي راهم كانوا مغلطينه. اذا كاين كثير من المعلومات والامور توصل القائد الاركان مغلوطه، يكذبوا عليه بما فيها التقارير على اولاده وعلى اهله على نسيبه، ما على بالوش راه صاير، كاين حوايج بزاف ما على بالوش، كاين حوايج على باله، ما نقولش كلش ما على بالوش، كاين حوايج ما على بالوش لازم ننبهوه، كاين حوايج على باله بها. اذا هذا هو دور سعيد بن زديرة، أنه يكشف الفساد وأنه يكشف الأسرار وأنه يكشف الأمور اللي لازم الشعب الجزائري يعرفها ولازم القيادة تعرفها. أنا ما نكشفش أمور اللي تضر مصلحة البلاد، هذا باش تفهموا. هذا بونويرا هو السوسة في وزارة الدفاع، اللي يحب يضره يضره واللي يحب ينفعه ينفعه. النقطة الثانية اللي تكلمتكم عليها، تكلمتكم على القمر الصناعي اللي تم إطلاقه في 2017 في الصين، والتلفزيون الجزائري غطاه وفرحنا وكذا، ومن بعد كخرجت لينا الوزيرة قالت لك باللي في جوان 2018 اللي فات، يعني 2018 قالت جوان، هي خرجت في جونفي 2018، يعني تقريبا شهرين 3 شهور بعد إطلاق القمر الصناعي. ومن بعد في جونفي 2018 قالت باللي في منتصف هذه السنة يعني جوان 2018 سيكون هذا القمر عمليا ويبدا يقدمنا في الخدمه ونبدا وكذا، ويبدا يجيب لنا في الانتاج والانتاجيه ويجيب لنا الروينه والسباغيتي والمقارون وكل شيء، يعني كل شيء. هذا القمر الصناعي راح يوفر لنا اللوبيا والحمص والعدس، ما كاش مشكل. فات جوا، فات جوي، فات اوت، فات بلا 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 بلا. رانا في نوفمبر 2019، لحد الان هذا القمر الصناعي الذي تم صرف 350 مليون دولار، 350 مليون دولار تم صرفها على إطلاق القمر الصناعي الجزائري الأول من الصين. لحد الآن عنده عامين، لحد الآن لم يدخل الخدمة ولم يقدم أي شيء للتكنولوجيا أو المعلومات أو أي شيء للجزائر، لم يقدم شيء. ما هضروا مع وزيرة الاتصال، هذه وزيرة البريد والاتصال، هذه هدى فرعون، ما هضروا مع الشخم. وأنا قلت لكم أنه التكنولوجيا
الأجهزة اللي يتم من خلالها تسيير ومراقبة وأمور كثيرة لهذا القمر الصناعي هي أجهزة تم شراءها طبعا من الصين، الشركة الصينية، لكن هي في الأصل إسرائيلية. وهذه الأجهزة الإسرائيلية إسرائيلية الصنع، إسرائيل تبيعها للصين والصين بعتها للجزائر. لكن المهندسين الخبراء توعنا في وزارة البريد ووزارة هدى فرعون وفي مديرية تكنولوجية في مديرية هذه الأنظمة المعلومات العربية الإلكترونية على شخم لزيجين هذو على بالهم بلتا إسرائيل. السؤال وضباط المخابرات الخارجية على بالهم بلتا إسرائيل. السؤال وعلاش ما تكلمتوش إذا كان على بالكم بلتا إسرائيل وما تكلمتوش؟ وعلاش إلا ما على بالكم شانا أقول لكم تجهيزات إسرائيلية، نعم، من إسرائيل تم بيعها للصين والصين بعتها للجزائر، ماهيش صينية، وانتم على بالكم بالإسرائيلية. يقولوا لي الناس، يقولوا لي وكيفاش ما تكلموش؟ نقول لكم لأنه هدى فرعون هي عضو من بين الأعضاء ومن بين رجال ونساء وأفراد الماسونية العالمية في الجزائر. هدى فرعون كانوا يحشونا، كانوا يقولوا صاحبة ناصر، ناصر راح، كانوا يقولوا صاحبة سعيد بوتفليقة، سعيد بوتفليقة راح، كانوا يقولوا فرضها بوتفليقة، بوتفليقة راح. لا، هدى فرعون مثلها مثل كثير من المسؤولين والوزراء هي عين وأذن الصهيونية العالمية في الجزائر. وواحد ما يقدر يتكلم مع هدى فرعون مدام شالوم ويا داعوت أحرانوت راضين عليها. ولو كان يعاود لو كان يتم انتخاب بنيامين تبون، عبد المجيد تبون، لو كان يتم انتخابه رئيس الجمهورية، ستبقى هدى فرعون وزيرة 10 سنوات أخرى. وممكن جدا حتى وما يكونش تبون ستبقى هدى فرعون، لأنها هدى فرعون معينة من قبل الصهيونية العالمية، مثلها مثل وزير المالية الحالي لوكال اللي واحد ما يقدر يتكلم معاه. لوكال تم تعيينه من قبل الصهيونية العالمية. البعض يقولوا باللي عينوه لكونيناف، لكونيناف في السجن، لكن هو ما زال وزير المالية، لأنه كونيناف كانوا جسر وواسطة باش عينوا لوكال. لوكال بالفعل جاء من توصية من عند الإخوة كونيناف، هما اللي وصاوا بوتفليقة وسعيد، لكن اللي فرضوته هي الصهيونية العالمية. الصهيونية العالمية التي مقرها الآن بالنسبة للعالم العربي هي أبو ظبي، هي التي فرضت وزير المالية لوكال، وهي التي فرضت وزيرة التكنولوجيا الاتصال والبريد هدى فرعون، وهي التي تحمي لشخم هذا، لأنه لشخم عنده ارتباط وثيق وعلاقات وعمل متكامل مع هدى فرعون. هدى فرعون ولشخم يخدموا مع بعض، وأسرار خطيرة جدا، أسرار خطيرة جدا سنتكلم عنها في الوقت المناسب، تتعلق بعالم التكنولوجيا وعلاقة هدى فرعون ولشخم في هذا الموضوع الحساس والخطير جدا 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 جدا. النقطة الأخيرة اللي حبيت نتكلم عليها هي أنه البعض يقول عدنا قوات وعدنا أسلحة وعدنا تكنولوجيا وعدنا كذا وعدنا كذا. أنا أقول لكم يا جماعة، للأسف الشديد الصهيونية العالمية اخترقت كل المراكز الحساسة لبون سونسيبل في الجزائر. احنا الآن عدنا قوات عسكرية وعدنا صواريخ وعدنا طائرات وعدنا دبابات وعدنا غواصات وعدنا مضادات وعدنا كل شيء، لكن هذه كلها تمثل المثال التالي، هذه كلها عبارة عن إبل، جمال، نوق، جمال، نوق تمشي في الصحراء، لكن اللي سير في هذا النوق، في هذا الجمال، في هذا الحروب، في هذا الجيش، في هذا الحروب، في هذا كذا، سير فيها طائرة بدون طيار إسرائيلي. فهمتوش؟ التكنولوجيا اللي عندنا والدبابات والصواريخ والمضادات اللي موجودة في الصحراء وموجودة في الحدود الجزائرية المغربية والحدود الليبية والحدود مالي والنيجر، والغواصات اللي عندنا في البحر الأبيض المتوسط والطائرات والصواريخ، وهذا مركز بوفريك والدنيا، هذه كلها تحت مراقبة اثنين، مراقبة القمر الصناعي اللي تكنولوجيا نتاعو إسرائيلية،
القمر الصناعي اللي التكنولوجيا تاعو إسرائيلية، وتحت مراقبة طائرات بدون طيار إماراتية لكنها إسرائيلية الصنع، يسيرها خبراء ومهندسين وتقنيين إسرائيليين، عندهم مقرهم الرئيسي في أبوظبي وعندهم مكتب في الجزائر باسم الإمارات العربية المتحدة، لكن هم في الحقيقة إسرائيليين. هذا هو الموضوع الخطير الذي سأتكلم عنه في قادم الأيام بإذن الله. ألقاكم بخير، لا ألقاكم بخير يعني في الجزء الثاني من هذا البث إن شاء الله، حوالي 10 دقائق ربع ساعة إن شاء الله نعود نرجع لكم، نشرب قهوة إن شاء الله نعود نرجع لكم في موضوع لا يقل أهمية عن موضوع التكنولوجيا. وسلم لي على سي رئيس المجلس الدستوري اللي ايه فكرت هذه ملاحظة أعطيها لكم ونكون بقى على خير. هذا رئيس المجلس الدستوري كمال فنيش الله يفنيش يعني فنيش قال لك يعلن عن القائمة النهائية لرئاسية 12 ديسمبر 2019. المرشحين هم علي بن فليس، عبد المجيد تبون، عبد القادر بن قرينة، عز الدين ميهوبي، عبد العزيز بن العيد، وتم رفض كل الطعون المدعى لدى المجلس الدستوري. فنيش فنيش هذا يطبق عليه مسرحية عادل إمام، رقاصة وبترقص. نعم يا فنيش الله جبت لنا يعني جبت لنا حاجة يعني جديدة خارقة للعادة. سي فنيش جاب لنا اختراع رقاصة وبترقص، قال لك المجلس الدستوري قرر أنه هذا هو خمسة وما أنا كنت حاسب بلي زعما شي يخرج لكم خارج يقول لكم لا لا بلاش قابلين هذو خمسة مزورين، ولا يقول لكم لا لا نزيدوا واحد سادس، ولا يقول لكم لا لا نقصوا واحد خلوا ربعة. قالوا فنيش راح تفنش بعيد، راح تقود بعيد، هيا قالوا فنيش كان والو. قرار جاب القيادة العسكرية عطاو الأمر لهذاك سمو محمد شرفي وقالوا له قول خمسة وبلع فمك، ومن بعد زادوا بعثوا الامر هذا فنيش هذا قالوا له قول خمسه بلع فمك، لا قرر لا قرار مربوز ورجيت رانك تفنش علينا يا فنيش، هيا راح تترطل بعيدي. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، القاكم بعد قليل. السلام عليكم من جديد، تحية طيبة لكل المشاهدين في الجزء الثاني من هذا البث المباشر. أردت أن أتكلم بكل صدق ومصداقية بكل موضوعية بكل صراحة ووضوح عن فساد كبار الجنرالات. كاين واحد التهمة أصبحت يعني هي ماهيش تهمة، أنا بصراحة يعني مثل ما يقولوا يشرفني هذا، إذا كانت تهمة هذه تشرفني، إذا كانت حبوا يلصقوها لي تشرفني، في الحالتين تشرفني. سعيد بن زدري اتهموه أنه عميل لجهاز المخابرات، وهذا شرف لا أدعيه. قلت أكثر من مرة أن سعيد بن زديرة لم يكن في يوم من الأيام ضابط في الجيش الوطني الشعبي ولا صف ضابط، أنا لست منتمي، لم أنتمي في يوم من الأيام إلى المؤسسة العسكرية الجزائرية ولا غيرها، ما كنتش لا في الجيش الموريتاني ولا السنغالي ولا الجزائر. يتهمون يقولوا سعيد بن زديرة له ولاء للفريق توفيق، هذا نفس الشيء شرف لا أدعيه. الفريق توفيق لا أعرفه ولا يعرفني، وعمري ما شفته وعمري ما شافني، ونسمع به إنسان مجاهد إنسان وطني. يتهموني أنني أدافع على الجنرال توفيق بشراسة وبحماس، خاصة بعد إقالته من على رأس مديرية المخابرات. هذا الكلام صحيح، زوج الأولين ما كاش منهم، ما عندي علاقة بالجيش، عمري ما كنت في الجيش، ما عنديش ولاء للتوفيق ولا لغيره، ولائي للوطن ثم للوطن ثم للوطن، ما عندي حتى ولاء لأي شخص. النقطة الثالثة اللي هي أدافع على الفريق توفيق أكثر من أي جنرال، خاصة بعد إقالته، لأني أنا ندافع على الجنرال توفيق كشخص بعد ما نحاوه من مديرية المخابرات وأصبح بين قوسين منبوذ من أشباه الرجال،
بعض الاقزام بعض التفهير ولاو يتهجموا على التوفيق. انا هنايا غارني الحال، ما عجبنيش الحال لانه رجل دوله ومجاهد تاريخه نظيف. لكن لما كان مدير المخابرات عمري ما تكلمت عليه، بالعكس كنت نقول بلي يتحمل المسؤوليه ومازال نقول يتحمل المسؤوليه كمدير مخابرات. لكن بعد ما نحاوه من على راس الدي ار اس اصبحت ادافع عنه، وما زلت لحد الان ادافع عنه حتى يثبت العكس. كي نلقى روحي غلط نقول راني غلط. كيفاش ندافع عليه؟ انا قلت انه كبار الجنرالات في الجزائر فاسدين، هم وابنائهم، وعلى راس هؤلاء الجنرالات الفاسدين قائد الاركان نائب وزير الدفاع القيد صالح. اكبر فاسد في الجنرالات هو ولاده، هو القيد صالح، ثم قاده النواحي. جيت تقول لي مثلا قائد الناحيه العسكريه الاولى الحبيب شنتوف اللي راهو في اسبانيا، نقول لكم نعم، هناك معلومات انه كان يستغل المنصب تاعو هو ولاده، داروا مشاريع وداروا تجاره وداروا اوكي. قائد الناحيه العسكريه الثانيه سعيد باي اللي راهو في السجن، نعم استغل المنصب نتاعو هو ولادو، داروا تجاره وداروا كوميرس واستغلوا كذا وكذا، اوكي. قائد الناحيه العسكريه الثالثه اللي راهو الان قائد القوات البريه اللي هو الجنرال شنقريحه، نعم فاسد واستغل هو ولادو وداروا شركات وداروا كذا، حطوا على جهه. قائد الناحيه العسكريه الرابعه اللي هو اللواء عبد الرزاق الشريف، يقولوا انه استغل المنصب نتاعو هو وولادو داروا مشاريع، نعم هو وولادو داروا مشاريع وداروا تجاره وداروا شركات، حطوا على جهه. قائد الناحيه العسكريه الخامسه عثمليه، عمار عثمليه، نعم فاسد هو وما عندوش ولاد، هو ومرته وبنت مرته لانه مربيه طفله، خاصه مرته الحاجه عثمليه هي الشيكوره في الناحيه العسكريه الخامسه، واستغلت المنصب تاع راجلها ودايرين ودارت الذهب ودارت كذا ودارت كذا، حطها مع الفاسدين. قائد الناحيه العسكريه السادسه سابقا صواب اللي راهو الان في وهران، نعم فاسد هو وليد الكوموندون في الناحيه، عنده وليد كوموندون في الناحيه العسكريه الخامسه في قسنطينه، داروا فساد والشركات واشترك مع الفاسدين وداروا مشاريع وكذا، حطوا على جهه. قادة القوات البرية والجوية والبحرية والدفاع عن الإقليم وقادة المخابرات كلهم فاسدين. طرطاق فاسد، هو ولاده دايرين، ولاده أشرف وفلان وكذا كذا دايرين مشاريع، وحطهم على جهة وتكلمت على المشاريع اللي دايرها، هذو كامل فاسدين. إذا لما نجو نحاربوا في الفساد يا عمي القايد صالح ويا الجنرالات، لازم نحاربوا الفساد على الناس الكل. ما كاش انتقائية في محاربة الفساد تجي تقول بلي الحبيب شنتوف فاسد ولادو فاسدين، وتجي تقول عبد الرزاق الشريف فاسد ولادو فاسدين، وتجي تقول سعيد باي فاسد ولادو فاسدين، وتنسى عمار عثاملية اللي مرته فاسدة، وتنسى صواب اللي هو ولادو فاسدين، وتنسى الشنقريحة اللي هو ولادو فاسدين، وتنسى الجنرالات اللي معاك زراد ودحماني وشواقي ولشخم وسموه وعكروم وماضي وهذا مولاي وهذا يبو نويرة وهذا يعني وهذا الجنرال اللي راه معاك اللي القائمة طويلة، كلهم فاسدين يا دين السماء، كلهم فاسدين وأبنائهم وبناتهم دايرين شركات ودايرين مصانع ودايرين قروض ودايرين كذا باسم بياتهم الجنرال الفاسدين كلهم. وأنا لا أدافع على أحد، وانا اكثر من مره سعيد بن زديره قلت اني عندي بعض الجنرالات اللي نحترمهم ونعرفهم شخصيا ونقادرهم وكذا، وسميتهم عبد الرزاق الشريف نعرفهم اللي كان كوموندون ونعرف تاريخه ونعرف نشاطه ونعرفهم اللي كان من كيما يقول لك الناس من 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 ليكول دي كادي، نعرف تاريخه الى غايه انه قائد ناحيه وانسان ضحى وخدم. يكفيني شرفا اني تعرفت معاه في المؤتمر الفلسطيني لما كان مسؤول على امن المؤتمر، وانا كنت في المؤتمر الفلسطيني، وبعد نتكلم في يوم من الايام نتكلم على موضوع المؤتمر الفلسطيني في نوفمبر 1988 تحت قياده ورئاسه المرحوم الشهيد ياسر عرفات. نتكلم على اللواء ثمليه اللواء عليميه قائد الناحية العسكرية الرابعة حاليا، نعرفوا نفس الشيء من اللي كان كوموندون، كان مسؤول على الفرقة 18 من القوات الخاصة، ونعرف مساره ونعرف إنسان ناضل ونعرف نعرف
كاين كاين جنرالات اخرين في المخابرات، كاين جنرالات اخرين في قوات البريه، كاين اللي نعرفهم ونعرف فسادهم ونعرف فساد ولادهم ونعرف تاريخهم ونعرف امور. هذا الشيء واضح، نعرفوا كل الجنرالات، الاقل 90% من الجنرالات استغلوا المنصب نتاعهم هما وولادهم وداروا شركات وداروا مشاريع وداروا. لكن كاين جنرالات اللي داروا، يعني مثل كما يقولوا الناس بالدارجه، ما كانش اللي خلط في العسل وما يلحس صبعه، يعني على الاقل يلحس صبعه من الفساد. لكن كاين اللي لحس صبعه ويده وذراعه وكراعه وشعره ودخل راسه في الفساد في العسل، يعني راسه دخله في الفساد ويلحس، وكاين اللي دخل صبعه. اذا كي نحاربوا الفساد نحطوا كاين اللي فاسد درجة أولى، كاين اللي فاسد درجة ثانية، ثالثة، رابعة، خمسة، ستة، وطلع حتى ثمانية. أنت كي تجي السي لقيت صالح تحاسب الجنرال سعيد باي وتقول فاسد، وتجي تحارب الحبيب شنتوف وتقول فاسد، وتجي تحارب عبد الرزاق شريف وتقول فاسد، وتجي تحارب مناد وتقول فاسد، وتجي تحارب بوجمعة بودواور وتقول فاسد، هذا هو بالفعل فاسدين، لكن بدرجات. كاين اللي سارق مختلس شوية 100 مليار، وكاين اللي مختلس 1000 مليار. يا هل ترى يا سي قيد صالح انت فاسد ولا لا؟ هذا هو السؤال المطروح، انت فاسد ولا لا؟ ولادك فاسدين ولا لا؟ ثبتنا لك بالادله بلي ولادك فاسدين، مادين نص عنابه وعينين بس ساكتين، دايرين كراعهم وساكتين. انا علاش ندافع على الفريق توفيق؟ نقول لكم علاش ندافع على الفريق. قلتها في اكثر من مره ونعاودها الان، اتحدى اي واحد عسكري او مدني ياتيني بدليل على ان الفريق توفيق هو والله ابناؤه فاسدين او نسابه. بوتفليق الجنرال توفيق عنده 5 ولاد، عنده طفل واحد اسمه سيد علي مهندس دولة في الالكترونيك، اسمه سيد علي مهندس دولة في الالكترونيك، متخرج من جامعة باب الزوار 1993، هذا ابنه الكبير اللي هو طفل اسمه سيد علي مدين، متخرج من جامعة باب الزوار، ماهوش متخرج من السوربون، متخرج من جامعة باب الزوار كمهندس دولة في الإلكترونيك في 1993. بعد ما تخرج تلقى تكوين في التخصص تاعو في مكان ما، ثم رجع إلى الجزائر بدراهم وصرف، رجع الجزائر أسس شركة خاصة معروفة في الجزائر فيها 10 من الناس خدامين، ما بين العساس والفون ميناج والخدامين عنده 10. واتحدى اي واحد يقول باللي لا عنده 11 ولا 12، عنده 10 خدامين معاه في الشركه تاعو. هذه الشركه الوحيده اللي عند سيد علي مدين في التخصص تاعو في الالكترونيك والانفورماتيك، عنده شركه في الانفورماتيك والالكترونيك، عنده 10 يخدموا معاه ما بين العساس والشوفير والخدمين، عنده 10، ما عندوش 500 ولا 1000 خدام، عنده 10 من الناس يخدموا معاه شركه صغيره مصغره في اطار الشركات المصغره، خدمها انفيستا بدراهمو وخدام فيها. ما يدير امبور اكسبور، ماده قروض من البنوك، ماده اراضي، ماده عقارات. يسكن مع بويو في الفيلا في حيدرا، متزوج، عنده 4 اولاد. هذا سيد علي مدين اللي انا ندافع على بويو، ويشرفني أن أدافع على واحد نظيف ماهوش فاسد ماليا، أما فاسد سياسيا نعم. فريق توفيق يتحمل مسؤولية كل الفساد السياسي في الجزائر من 1990 سبتمبر 1990 لما تقلد منصب مدير المخابرات إلى غاية اليوم، يتحمل المسؤولية السياسية. لكن الفساد المالي، انهب أموال الشعب ولا أموال الدولة، لا. فريق توفيق لم يسرق ولا دينار واحد حسب المعلومات اللي عندي. إذا عندكم معلومات انا ما نعرفهاش اعطوها لينا، فضح له راسه تاع جد جده، والله نعريه توفيق كي وليده كي بناته. عنده ابنه، قلنا سيد علي، وقلت لكم شكون هو، عنده 4 بنات، عنده 4 بنات متزوجات في 4، وكاع في 4 سيدات بيت قاعدين في دارهم ومش خدامين. 2 طبيبات، واحدة دونتيست، واحدة جنراليست طب عام، وواحدة طب الأسنان، وزوج قراو تسيير واقتصاد جيستيون في الجامعات الجزائرية. في 4 البنات زائد خوهم سيد علي قراو في الجامعات الجزائرية، واحد ما قرأ في أمريكا ولا في سويسرا ولا في ألمانيا ولا فرنسا، ما قراوش الأمريكان، قراو كلهم في الجامعات الجزائرية، ويعرفوهم اللي قراو معاهم ويقدروا يشهدوا.
اللي قراو مع سيدي علي في باب الزوار وتخرجوا في 93 يشهدوا بلي هذا يا وليد مدين كان يقرا معاهم باب الزوار، والبنات اللي كانوا يقراو ميدسين في الجي جامعه معهد الطب تاع الجزائر، زوج قراو ميدسين، واحده قرات طب الاسنان وواحده قرات طب عام طبعا جينيراليست، وزوج بنات الاخرين قراو تسيير واقتصاد، معروف يعرفوهم اللي قراو معاهم يعرفوهم. في ربعه متزوجين، ثلاثه نساهم اطباء رجالهم اطباء، واحده رجلها طبيب تخصص القلب ويخدم في مصطفى جامعي في مصطفى باشا الجزائر معروف، هذا ايتم سعودان معروف، وبيو اكس مينيستر كان وزير سابق، وبيو اول طيار جزائري، وانا نعرفه شخصيا، نعرف بيو شخصيا، كنت نزوره في بيته في البير، البيت نتاعو في البير كنت نزوره لما كان حي الله يرحمه، وهو اصله من جلفة، اصله من حد سحاري، حتى باش نعطيكم الاصل نتاعو من حد سحاري من ولاية جلفة، ابنه متزوج مع بنت التوفيق وهو طبيب رئيس قسم امراض القلب في مصطفى باشا، الزوجة راجلها نفس الشيء طبيب، الثالثة راجلها دونتيست، والرابعة راجلها يخدم تاجر مع بيو، بيو ستان كوميرسو يخدم معاه، ماهوش اون دافير ولا بور اكسبور، نو تاجر ستان كوميرسو يخدم مع بيو. اتحدى اي واحد يقول لي واحد من انساب التوفيق بزنس مان كبير وداير ملايير، او يقول لي واحدة من بناته دايره بور اكسبور وشركات ودنيا وكذا، او يقول لي بنو سيدا علي داير شركات وامبور اكسبور ومادي قروض وكذا. اتحدى اي انسان يجيب لي شيء على الجنرال توفيق فيه فساد، وقسما بالله العلي العظيم غير نعريه نشرشحو قدامكم، ونقول لكم اسمحوا لي دافعت على واحد فاسد وسراق وما يسواش، لكن انا مادام ندافع على التوفيق لانه نظيف، ولانه لم يخن الامانه ولم يخن الشعب الجزائري ولم يخن يعني تضحيات الشهداء، ما سرقش اموال وما رسلش ولاده للخارج قال لهم اهربوا، وما رسلش ولاده يدو قروض بالرغم من انه كانت البنوك كلها تحت يده. البعض يقول لك مشترك مع رب راب، هي مشترك مع رب راب علاش ما يخليش ابنه يستفيد؟ مشترك مع رب راب والدراهم وين يروح مع رب راب؟ اللي مشترك مع رب راب يدخل ابنه يشترك مع رب راب، او يدخل بنته مع رب راب، هي مشترك مع رب راب وراه الا انا. اخرين يقول لك عنده قوه في سويسرا، اعطوني شيء على التوفيق هذا في سويسرا او في المانيا، انا غدوه نروح سويسرا قسم بالله غدوه نرفع دعوه قضائيه في سويسرا حجز اموال الفريق توفيق، اعطوني وش عنده في الخارج ولا في الداخل وخلوني نفضحه. لكن علاش نتكلم على الفريق القايد صالح؟ لانه فاسد، لانه فاسد هو ولاده، ولاده دايرين المنكر، ولاده دايرين المنكر داخل الوطن وخارج الوطن، عندهم في الامارات، عندهم في كندا، عندهم في فرنسا، عندهم في سويسرا، عندهم بارتو، عندنا بكاسبينها، وين تلقاو بنايه كبيره وجديده تلمع؟ هذه كلها تلقيت، يا اما نتاعهم ملكهم يا اما مشتركين مع حداد رجل اعمال سطايفي او غيره من رجال الاعمال المقاولين والعقاريين في عنبة. أي ترقية عقارية عرفوها باللي يا إما القايد صالح ولاده يا إما نسيبه بوبولو. هذا السبب اللي يخليني نكشف الفساد ونقول أن القايد صالح فاسد ولاده فاسدين، إذا لا يستطيع أن يحارب الفساد. أعطوني حاجة قلت لكم على الفريق توفيق وأنا نفضحه كما نفضح في القايد صالح، يقول لك الجزائر تهضرش على التوفيق، ما عندوش. هي هو تحوسين السيد كيما يقول لك نتكلم عليه نقول عنده وما عندوش، اعطوني انا ما عندوش، انا ما نعرفوش، انا التحقيقات نتاعي والاستقصاء اللي درته والبحث اللي درته، السيد ما عندوش، عنده طفل واحد سيد علي، شركه فيها 10 من الناس وعنده بناته ربعه قاعدين في الدار يربوا في ولادهم، متزوجين بولادهم يربوا في ولادهم، يعطوني حاجه على قسامهم هذا وين نفضحهم، اعطوني حاجه على عازرين التوفيق هذا الراس هذا يا نفضحهم. بصح كي تجيو تقولوا لي بلي التوفيق فاسد سياسيا هو المسؤول عن كل المآسي في الجزائر، نقول لكم نعم، توفيق وباقي الجنرالات، توفيق هو جنرال من بين الجنرالات الذين تسببوا في هذه المشاكل اللي تعيش فيها الجزائر، السياسيه والامنيه والاقتصاديه والثقافيه والفنيه والبلوطه والدنيا وكلش. توفيق كان يدخل روحه حتى في البلوطه، توفيق كان يدخل روحه حتى في البلوطه مع الجنرالات، لكن توفيق ماهوش وحده،
موش يلعب وحده، موش ساسي تاع صطيف يلعب وحده. والله تعباتنا مش على الساسي تاع صطيف نظن، اللي قال لهم شكون قال الساسي ما يلعبش، موش ساسي. توفيق كان يلعب مع القايد صالح اللي كان قائد القوات البريه، كي كان توفيق مدير المخابرات، اللي كان سيافتي قائد القوات البريه هو الفريق احمد قايد صالح. توفيق كان يخدم مع القايد صالح، مع محمد العماري، مع اسماعيل العماري، مع فوضي الشريف، مع مع هاد الجنرالات كلهم اللي كان معاهم. يعني كان بكري مع خالد نزار وسموه تواتي، محمد تواتي والعربي بالخير وكذا. ومن بعد في وقت بوتفليقه كي راح الجنرال خالد نزار والعربي بالخير جبد روحو راح سفير المغرب وكذا، شكون اللي يبقى هو اللي بقاو يلعبوا في الصطاد وحدهم؟ جنرال توفيق والقايد صالح وباقي قاده النواحي اللي من 2004 هما قاده النواحي العار، وسموا علي الحبيب شنتوف وعبد الرزاق الشريف وسموا عمار عثامنيه وسعيد باي وشنقريحه وهذو. اذا لما نجوا نحاسبوا الفساد السياسي والفساد الامني والفساد الاقتصادي للبلاد، نحاسبوا كل الجنرالات بما فيهم القايد صالح يتحاسب معهم. لما نجوا نحاسبوا الفساد المالي فقط، شكون اللي نهبوا اموال الشعب، شكون اللي نهبوا اموال الخزينه، وشكون اللي داروا، اروحوا نتحاسبوا. القايد صالح هو اول الفاسدين. التوفيق فاسد؟ لا التوفيق ما عندوش فساد مالي، واتحدى اي انسان يجيب لنا فساد مالي خاص بالتوفيق. لكن فساد سياسي نعم، فساد اقتصادي لاقتصاد البلاد نعم، يتحمل مسؤولية كمسؤول في الدولة الجزائرية مع باقي المسؤولين مع باقي الجنرالات. لكن هل ترى ليه هو جيبه وجيب ولاده نهب أموال ودا أراضي ودا فيلل ودا كذا؟ أبدا. أنا قلت لكم وليده سيد علي يسكن معاه في الدار في حيدرة، يسكن معاه في الدار، ما عندوش دار وحده. هذا وليد التوفيق ما عندوش فيلا كيما ولات الجنرالات، أو عنده قصور او عنده عمارات، ما عندوش. اللي يقولوا لي التوفيق عنده حاجه يجي يبعث لي صور او عقد او كذا، قسما بالله نبضعو. الا راه يسمع فيا سيدي علي نقول له قسم بالله نشرشحك، يجيبوا لي عليك حاجه يا سيدي علي قسم بالله نشرشحك. هات برك يجيبوا لي حاجه عليك وتشوف. لكن لحد الان انا ما لقيتش، سقسيت الناس قالوا لي ما عندوش هذا وليد التوفيق، ما عندوش، وبناته ما عندوش، نسابو ما عندهمش. كي نقول ما عندهمش انا يعني نقول لكم طبيب، يعني عايش لاباس عليه، طبيب في الجزائر لاباس عليه، ونسيب التوفيق يعني لاباس عليه الحمد لله. لكن يا هل ترى عندهم شركات امبور اكسبور، وعندهم قصور، وعندهم حسابات في الخارج، وعندهم طياره تروح تديه وحده، وعنده ما كانش. اذا هذا هو السبب اللي يخلي السعيد بن زديره يدافع على الجنرال توفيق ويقول انه نظيف الذمة المالية تجاه الشعب والدولة. أما الفريق أحمد قايد صالح فهو جنرال فاسد، أبناؤه فاسدين، نسيبه فاسد، والحاشية نتاعو فاسدين، والمقربين منه فاسدين فساد عظيم. إذا قبل ما تحاسب الجنرالات الفاسدين اللي هما تقول فاسدين تقول فاسدين، سعيد باي وبوجمعة بودواور وعبد الرزاق الشريف والحبيب شنتوف ومناد ربي يشفي راهو في السجن مسكين وراهو في وضع يعني صحي كارثي، بل ما تكلم على هذو القايد صالح، نظف بيتك يا القايد صالح، وحاسب ولادك الفاسدين اللي عاثوا في الارض فسادا، وربي سبحانه لا يبارك للظالم، لا يبارك لناهب أموال الشعب. ربي يجيب الخير، ربي يجيب الخير، ربي يجيب الخير. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.